النهارده قبل مواجهه اسوان في استعدادات. طبعا الخبر اللي معانا بيقول انه الجهاز الفني لفريق المقاولين العرب بيعكف وبقياده عماد النحاس على مراجعه المباريات الاخيره اللي لعبها فريق اسوان. يمكن كان من ابرزها مباراه الاهلي الاخيره في الاسبوع ال20 من مسابقه الدوري يوم الاثنين اللي فات، وطبعا انتهت بفوز الاهلي بثلاثيه نظيفه، وده طبعا من اجل الوقوف على مراكز القوه والضعف في فريق اسوان قبل المواجهة المرتقبة طبعا اللي هتجمع الفريقين يوم الجمعة اللي جاي. هيكون ده على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة ال21. وطبعا يمكن المقاولين العرب النهاردة كان عنده مسحة طبية أخرى للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباراته مع أسوان. مباراة الفريقين في الدور الأول كانت انتهت بفوز المقاولين 2-1، كمان لعبوا مع بعض وديا مرتين خلال فترة الإعداد، كل ده لاستئناف النشاط الكروي، وانتهت المبارتين بنتيجة واحدة هي التعادل. فكل دي استعدادات نادي المقاولين طبعا لمواجهة أسوان. ونروح للإسماعيلية، عشان نشوف أخبار تجهيز المحترفين إيه فنيا وبدنيا في الإسماعيلي علشان منافسة طبعا الدوري العام. والخبر اللي معايا بيقول إن طبعا المدير الفني الفرنسي ديدي جوميز مدير فني نادي الإسماعيلي حط برنامج تدريبي للعراقي همام طارق لاعب الفريق طبعا تجهيزه فنيا وبدنيا طبعا للمواجهات اللي جاية في الدوري. كان طبعا اللاعب رجع لمصر بعد ما كان في الإمارات بعد غياب كبير جدا نتيجة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب كورونا، واستعداد الدراويش جهود الثنائي محترفين، هو كان الغيني بيكينيا سيلفا والنميبي شيلونجو، دول عادوا اوريدي للإسماعيلي قبل عودة همام طارق. في حين لسه طبعا عندنا المدير الفني عنده لعيب لسه ما رجعش طبعا، وفخر الدين يوسف، وعنده كمان الأوغندي باتريك كادو، دول لسه ما وصلوش من بلادهم حتى الآن دلوقتي، وده بالنسبة لهم هتبقى مشكلة على المستوى الفني. لسه ما وصلوش لمصر لغاية دلوقتي. تمام. نروح بقى لإسكندرية، والحقيقة شيخ المدربين كابتن طلعت يوسف تعرفين أنه هو محقق أعلى معدل في المشاركة في مباريات الدوري المصري 412 مباراة. النهاردة يعني قام بتثبيت تشكيل الفريق قدام وادي دجلة في اللقاء المقرر بينهم يوم الحد اللي جاي في الأسبوع ال21 في الدوري اللي بيسعى فيها زعيم الثغر لاستغلال سلسلة النتائج الجيدة علشان يحافظ على تحقيق الثلاث نقاط والتقدم خطوة للمنافسة على المربع الذهبي. الاتحاد السكندري كان افتتح مشواره في الدوري بمواجهة الزمالك ونجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 برغم من الغيابات الكتير اللي واجهها الفريق قبل المباراة اللي لعبها طبعا الاتحاد في غياب يعني 9 لعيبة في غياب واحد دفعة واحدة. وفي المباراة الثانية كان تعادل برضو خارج ملعبه مع الجونة 1-1 واحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة. صحيح. يعني النادي الاتحاد بيمر بشكل مميز جدا مع الكابتن طلعت يوسف. نسيب نادي الاتحاد ونروح لطلائع الجيش. بنحب طبعا نبارك للاعب محمد ناصف، ده لاعب فريق طلائع الجيش اللي احتفل بزفافه خلال الاسبوع اللي فات. انتظم خلاص محمد ناصف في تدريبات اللعيبة بعد الزفاف، وكان تدريبات النهاردة الفريق بعد انتهاء الأجازة طبعا اللي حصل عليها لمدة 3 أيام، رجع وأصبح طبعا اللاعب جاهز للمشاركة في مباراة طنطا إن شاء الله بعد غياب بعد ما غاب عن مواجهة بيراميدز نتيجة طبعا زفافه اللي تعادل فيها طلائع الجيش مع بيراميدز 2-2 بسبب، وكان عنده كمان إيقاف لحصول 3 إنذارات، في لاعب كان عنده إيقاف لحصوله على 3 إنذارات هو اللاعب حسام باولو. حسام باولو كان للأسف يعني كان عنده حادثة للأسف وكان في طريق مصر اسكندرية أعتقد، وكان عنده حادثة وكان عنده مشكلة في كوعه، رجع تاني بشكل كويس وبدأ يتدرب، و الطلائع الجيش بيجهزوه ان شاء الله للمشاركه في المباراه الفتره الجايه. حسام باولو من اللعيبه المميزه، هداف الدوري اللي قعد هداف الدوري 2 ورا بعض، من اللعيبه اللي بيرتكز عليها لاحراز الاهداف في ويعني الشكل الهجومي بيأديه بشكل جيد جدا. تمام. طيب نروح للإنتاج الحربي. النهارده الجهاز الفني للفريق بقيادة مختار مختار بيعكف على دراسة المباريات الأخيرة لفريق إنبي اللي لعبها في الدوري سواء مع الأهلي
وخسرها بثنائية أو مع سموحة وانتهت بالتعادل السلبي. ده طبعا علشان يتعرف أيضا على نقاط القوة والضعف في الفريق البترولي قبل مباراته مع الإنتاج الساعة 4 إن شاء الله تكون يوم الجمعة اللي جاي في استاد السلام في الأسبوع 21 من مسابقة الدوري. طبعا فريق الإنتاج الحربي أيضا خضع لمسحة كورونا النهاردة في مقر النادي استعدادا لمباراته. كمان برضه الانتاج الحربي يا سهام كمان عايز اعاده لاعبه، طبعا اللاعب كان معار لمصطفى البدري، ده كان لاعب معار لاعب اسوان واللي ظهر بشكل اكتر من رائع الموسم دوت، وده طبعا يمكن تالق اللاعب زي ما اتكلمنا في الاعاره النادي بيرجعه بشكل كبير جدا وبشكل مميز ليستفيد بيه في الفتره اللي فاتت. اجد طبعا خالد مهدي مدير الكوره بنادي الانتاج الحربي ان مصطفى البدري لاعب الفريق طبعا معار لفريق اسوان مرتبط بعقد مدته 4 سنوات مع الفريق، وقال ان تعاقدنا مع مصطفى البدري بعد رحيله عن النادي الاهلي وقررنا اعارته لاسوان لمده موسم واحد عشان طبعا يشارك بصفه مستمره ويكسب خبرات اذا كان خبرات بدنيه وفنيه، دي اللي هتساعده في او تؤهله للمشاركه مع الانتاج الحربي، وانه بيتابع مستواه مع اسوان بصفه مستمره لتقييمه طبعا في نهايه الموسم الحالي. وده طبعا وكان قال ان هو سعيد جدا للمستوى اللي وصل بيه اللاعب في الفتره الاخيره، وطبعا كابتن مختار يعني كمان سعيد بمستوى هذا اللاعب ورجوعه تاني للانتاج الحربي. صحيح. طيب لعنه الاصابات يا جماعه وصلت لاسوان، اسوان الارض الطيبه دي يعني بنتعرف برضو على اخر الاخبار فيها واستعداد فريق اسوان هناك استعداده لمباراه الدوري النهارده. الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في نادي اسوان بيسابق الزمن زي ما بيقول علشان يجهز اوميد اوكراي مهاجم الفريق اللي كان تعرض للاصابه بقطع في الرباط الصليبي مع بدايه الموسم الحالي، وده علشان يلحق مباراته مع إنبي اللي جايه ان شاء الله في الاسبوع ال 22 في الدوري بعد طبعا ما تاكد غياب اوميد اوكري عن تدعيم هجوم اسوان في مباراه المقاولين يوم الجمعه اللي جاي ضمن منافسات الاسبوع ال 21. طبعا اللاعب كان بدا التدريب مع فريقه بشكل جزئي، من المقرر انه يكون جاهز للمشاركه في المباريات خلال الايام، وبالفعل فريق اسوان بقياده احمد كشري خضع النهارده لمسحه طبيه للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من المباريات مع مباراته مع المقاولين. صحيح. يمكن أوكري برضو من اللعيبة اللي غابوا لمدة سنة ولعيب مميز في الخط الهجومي عنده سرعات كويسة. طبعا نتمنى الشفاء والرجوع سريعا للملاعب. نروح بقى لاتحاد الكورة، اتحاد الكورة والمنتخب الوطني علشان